هلا مشاهدينا فرح نروح لمجموعة من الأخبار. رح نبدأها بالخبر المتداول والخبر اللي عم ياخد الكثير من عم يتصدر العناوين إذا بدنا نقول. خبر يتعلق بجدري القردة والحالات اللي بديت يعني تسجل حول العالم، حالات صرنا نشوفها منتشرة بشكل عام بأوروبا وبعض الدول العربية. خلينا نروح لخبرنا يلي بيقول وزارة الصحة تؤكد خلو سوريا من جدري القردة. لحد هذا الوقت يا جماعة، لحد قول هذا الخبر، وزارة الصحة السورية سوريا خالية من مرض جدري القردة، ويعني سارية المرض بما يتعلق بكوفيد 19 والأمراض السارية الأخرى كشلل الأطفال والحصبة وغيرها. جاء في البيان أنه القطاع الصحي في جهوزية استباقية كاملة من خلال تعميم الإجراءات الاحترازية الواجبة بما يتعلق بجدري القردة، و يعني هذا الوباء يلي عاد للظهور. هلا جدري القردة منه وباء جديد مشان نكون واضحين، ظهر يعني بفترات سابقة أو بسنوات سابقة وتم السيطرة عليه. اليوم يعني نتيجة لكثير من الأسباب عاد هذا الوباء للظهور مجددا بحالات جديدة بإصابات جديدة. هلا السليم بالموضوع ويلي إن شاء الله ما يتطور وما نشوف يعني تطورات لأنه مثل كوفيد 19 او كورونا، يعني ما هو فيروس المتحور تماما بينتج عنه عديد من المتحورات. صحيح. ايضا له نوع من الادويه. هلا بحسب منظمه الصحه العالميه والقائمين على الصحه عالميا انه هذا الدواء للاسف ما عم يعطي فعاليه، فممكن يكون قابل للتطور، ولكن يعني بحسب وزاره الصحه اكيد الحذر واجب من كل وباء سواء كان منتشر او ما نو منتشر. يعني بالعموم نحن بحياتنا العاديه ناخذ حذرنا قدر المستطاع وبنحاول يعني سواء كان وباء منتشر او لا. صحيح. حتى حذر يعني تعقيبا على هذا الموضوع، اليوم للاسف صار في حالات مسجله بدول شقيقه سواء صحيح. لبنان سواء بتخيل الأردن أيضا سجل فيه حالات، وبالتالي سهولة انتقال الحالة سريعة، فبالتالي يجب علينا أخذ الإجراءات الاحترازية بما يتعلق بهذا الوباء. صحيح. خلينا نشوف خبرنا الثاني اللي هو متعلق بالجامعات والمفاضلة يلي رح تصدر الشهر المقبل. أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم لجريدة الوطن استمرار عمل مراكز المفاضلة بالجامعات لتكون داعمة لآلية التسجيل عن بعد، إضافة إلى أنه في مراكز للتسجيل. وبين الوزير أنه رح يتم عقد اجتماع استثنائي لمجلس التعليم العالي والمجلس الأعلى للتعليم التقني الخميس القادم لمناقشة المفاضلات الجامعية وتحديد الطاقة الاستيعابية للكليات والجامعات بكافة الاختصاصات. بدورة مديرة شؤون الطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نور حبوب كشفت عن البدء بدراسة نتائج الثانوية تمهيداً لإصدار المفاضلات بالشهر القادم، وبينت وجود انخفاض بأعداد الناجحين بالعام الدراسي الحالي بحدود 35 ألف طالب، علما أنه عدد الناجحين حاليا وصل ل 115 ألف طالب ناجح بالفرعين العلمي والأدبي مقارنة بنحو 150 ألف طالب بالعام الماضي، حتى أنه انخفاض بأعداد الحاصلين على العلامة الكاملة. حلو. يعني اليوم موضوع القبول الجامعي بيبدأ الحديث عنه مع انتهاء أو صدور علامات أو نتائج الدورة الثانية لشهادة البكالوريا، وبالتالي اليوم الأحلام كثير بتكون معلقة على هيئة المفاضلة، ونتمنى يعني الأخذ بعين الاعتبار موضوع أعداد الناجحين بالإضافة لموضوع القبولات الجامعية أو المقاعد الجامعية المتوفرة وإلى ما هنالك. وأكيد يعني نتمنى كل طالب يحقق حلمه بدراسة الفرع اللي بيحبه. خلينا نروح من هذا الخبر لخبر آخر يتعلق بالصداقة، ويمكن الحياة الجامعية بتكون كثير. صحيح حزار، بتنشئ أو بتخلينا نفعل حالة الأصدقاء كونه بننتقل من وسط تعليمي لوسط تعليمي آخر، فبالتالي يجب أنه نبني علاقات صداقة. هلا في كثير طرق، تمام، فنحن اخترنا تقريبا خمس طرق تتعلق بالأصدقاء.
خمس طرق للعثور على أصدقاء يجعلونك سعيداً، وهذا الأهم يمكن. اليوم مع إيقاع العصر المتسارع صعب علينا نحدد أو نعزز صداقاتنا بشكل عام، كونه عم تختلف موضوع الاهتمامات، الرفاهية، الصحة، لمين منرتاح ولمين ما منرتاح، حتى الصحة النفسية بتلعب دور بهذا الموضوع. فرح لكم خمس طرق اليوم لنعمل صداقات ظريفة لطيفة وتقدر تخلينا سعداء. بداية مجموعات غير مألوفة، إحدى الطرق الأساسية اللي ممكن تخلينا أو من خلالها نبني علاقات مع أشخاص مختلفين عنا هي موضوع العلاقات غير المألوفة أو علاقات المختلفة بغير مجالنا. القصد صحيح، أنا إذا عندي اهتمامات رسم بشوف حدا مثلا عنده اهتمامات موسيقى، صحيح. هيك بشوف ناس غير مألوفين مكون صداقات معهم، صحيح. ممكن يكون حلو. صحيح. ثاني شيء محيط العمل، يعد العمل أحد الأماكن الأساسية يلي بتكسب أو بتكسبنا أصدقاء قراب لنا، وخاصة بناخذ وقت كبير وبنقعد وقت طويل مع هدول الاشخاص، فبالتالي ممكن تكون هي الصداقات قويه، ممكن هيك تتفعل، وخاصه اذا كان في تناغم بالشغل. دائما الاصدقاء اللي بيفهموا على بعض بيفهموا على بعض في يكون تناغم ببعض الاوقات بهذا الموضوع، بتفهموا على بعض من نظرة اذا بدنا نقول. يمكن هذا التفاهم بيجي او بيكون نابع من اهتمامات محدده مشتركه، طريقه تفكير مشتركه، وهي القصص يعني صحيح. بتكون هي الصداقه. ثالث شيء اصدقاء من خلال الفضول. هناك طريقة أو في طريقة لتفعيل حالة الأصدقاء وهي الفضول يلي ممكن يخلينا نتنوع بأصدقائنا بشكل عام، تعميق الأشخاص الفضوليين بحياتنا يلي بيخلونا على طول نفكر، على طول نسعى، وبالتالي كل شخص فضولي هو شخص محفز بشكل عام. رابع طريقة هي استثمار الوقت مع الأصدقاء ومع الأشخاص الموجودين حوالينا، وآخر طريقة هي الأصدقاء القدامى والجدد، إنه نجمعهم مع بعض ونعمل مع أني بصراحة أنا ضد لهي الطريقة عشان لاقي وقت لهدول ووقت لهدول، عرفت؟ وقت ولا طريقة للهروب، ووقت للأصدقاء القدامى ممكن تشارك هدول بقصص هدول ما، عرفت؟ هلأ يعني الاثنين يمكن نحن البنات بتختلف معنا هاي القصة.